عليكم أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد بير نداف. أهلا وسهلا فيك سيد. أهلا فيك بير نداف. بداية سيدي، نبي نعرف قصة نجاحك من الألف إلى الياء، قصة أو بداية استثمارك في دولة الإمارات. دولة الإمارات العربية المتحدة لها كل الفضل علي وعلى أهلي بالخير وأغلب الناس الموجودين فيها. أشيت على البلد بالشهر 3/97. إجاني فرصة عمل واشتغلت بمحل كبائع مجوهرات، وحتى كان يعني معاش. يعني اشتغلت بالأول كبائع مجوهرات، ما فتحت بالأول بزنس خاص إلك، فتحت كموظف. يعني بديت كموظف، اجيت كموظف وعملت بثلاث شركات، وكان اول معاش لي 2500 درهم. ما شاء الله، هاي بدايه قصه النجاح. يعني هاي البدايه بدوله الامارات، وتنقلت بين ثلاث شركات واشتغلت باخر شركه تقريبا 7 أو 8 سنين. هو كل مجال حياتي انا واخواتي بالمجوهرات كان. بهالفتره هاي اللي كنت عم بشتغل فيها، حتى اخواتي بيشتغلوا نفس المجال، اجوا على دوله الامارات واشتغلنا بعده شركات. الله وفقنا وفتنا مشروع بسيط اللي هو كافي شوب. ابتديتوا بالبزنس الفاميلي، يعني الفاميلي بزنس. كان عندي اخوتي هن اللي ماسكين الكافي شوب، وانا كنت ضليت موظف بمكاني لحتى نعمل شيء لنا. وبفضل الله كان الكافي شوب بدبي بعد سنتين بعناها بمبلغ كان جيد لحتى نقدر نفتح البزنس يعني في مجالي، في هذا المجال يعني. والحمد لله رب العالمين فتحنا المكتب، كان مكتب جملة صغير، ونصنع بمكان مش معملنا كان بهداك الوقت. أوكي، فتحتوا المكتب الصغير هذا بالنسبة للمجوهرات صح؟ بدبي ديرة سوق الذهب، مكتب بيع الجملة، وكان عندي طبعا معارفي من شغلي قبل وهالأمور، والحمد لله يعني بلشت الأمور أفضل وأفضل. فتحنا فرع للريتيل بأبو ظبي اللي هو فندق الشانغريلا سوق قرية البري، وصار له 10 سنين صار لي بأبو ظبي. ما شاء الله، بهذا المكان نفسه؟ هذا الفرع الثاني صار له 2 سنين، وعندي الفرع نفسه بنفس المكان من 10 سنين. وفتحنا بهالأثناء هاي كمان معمل من 5 سنين، والحمد لله في أكثر من 60 عامل معمل. منبيع نحن لمراكز الجملة، تجار بسوق الذهب، ومنبيع حتى لها داخل الدولة وخارج الدولة. طيب سيد بير، ندخل شوي لشركة قالي الألماس. نبي نعرف أنواع الألماس أو أنواع المجوهرات اللي تستخدمونها في شركة غاليري الألماس. خبرني أكثر عن عالم الألماس. عالم الألماس واسع كتير، بيعتمد على قواعد معينة، أهمهم هن كات كلاريتي كولر كات جريد، حسب القطع تبع الألماس. نحن بنقول بالعربي حسب الحجم النقاء ولون الألماس. فيه درجات مثل أي شيء تاني، وهذا هو بيخلي الأسعار تختلف. وكتير مهم البشر قبل ما يشتروا يعرفوا هالتفاصيل البسيطة، ولأنه رؤوس أقلام، لحتى يعرفوا شو عم يشتروا وليش في شيء أغلى من شيء، مع أنه بيكون كتير قريب من بعض. نحن كل درجة ممكن تفرق، بعض الأحيان بحجر 5 إيرات ممكن يفرق كلاريتي أو كولر مبلغ وقدره مثلا 100,000 درهم. هو مش فرق لأنه أغلى بكتير، لا، لأنه بيستاهل سعره. هي هون المفهوم. بعض الأحيان بيجينا ناس ما أنا عارفة غير رؤوس أقلام وبطريقة مغلوطة، فبس بتمنى مثلا يتثقفوا بعض الأحيان الناس على فكرة أنه التوعية الثقافية، التوعية الثقافية بعالم الألماس. لأنه أكيد بتعرف أنه في ناس كثير أنه لما بيجي مثلا معرض أو شيء بتلاقي الناس كثير عندهم بيروحوا كثير للمعارض مشان يشتروا ألماس، يمكن بفرق السعر أو شيء. شو نصيحة بتحب تقدمها لأي بنت أو أي رجل يعني بيشتري الألماس بالمعارض؟ شو التوعية اللي تبي تقدمها، يعني التوعية الثقافية للمشاهد؟ نصيحتي لهم إذا يشتروا المعرض، الشيء الجميل فيه إنه فيه أشكال كثيرة بيجي. ونصيحتي إنه يعرفوا شو عم بيشتروا، ويفضل يكون شخص عنده محل يكون له مرجع بالإمارات، دولة الإمارات. دولة الإمارات بحال إذا صار عندهم شيء. والدولة عاملة شغلة كتير حلوة هون بالإمارات، كل معرض عندهم مكتب خاص فيهم للبلدية ومجاناً بيفحصوا الألماس، بحال إذا إجا مثلاً شركة من خارج الدولة وكاتبة مواصفات معينة. للأسف بعض الأحيان في منهم ما بتكون حقيقية المواصفات اللي كتبوها مطابقة
الحقيقه، هذا شغله مهمه. فيفحصوا عن مكتب التابع للبلديه، لانه هذا مجانا هو مثل ليحمي المستهلك. وفي شركه ثانيه حتى مش للبلديه برضه بتعملها كنوع من الدعايه اسمها اي جي اي، بتفحصي عندها بتشوفي اذا طابقت المواصفات، وقدام التاجر ما فيها خجل لانه هو حقه اللي بيدفع فلوس ياخذ شيء مكتوب صحيح مطابق مش انه مش مطابق. بعض الاحيان كانت تجينا كثير قصص حتى لدرجه بيبيعوا الماس على اساس انه الماس بيكون هو الماس صناعي مش حقيقي، وهي نوع من انواع الغش للاسف. فيفضل يفحصوه اذا كان بالمعرض او اي مكان. لازم يكونوا المواطنين يعني على توعيه في هذا الموضوع، لانه في كثير مبالغ ماليه بتروح لاشياء يعني يمكن تكون رخيصه كثير، يعني مو لها ثمن. يعني بفضل انه المستهلك لما يسال السؤال اللي قلتي عنه انه ليش ارخص وليش بكثير ارخص، فبس يتاكد من انواع، لانه كثير بيجينا قصص انه بيبقى اللي مكتوب الفاتوره غير مطابق للمواصفات الموجوده على القطعه. وللاسف انه في منهم ما عندهم داخل الدوله مثلا افرع تقدري تراجعيهم، فممكن هو يصير حالات للاسف بعض الاحيان مش دوم غش، وما عم بيقدر المستهلك البسيط يعرفها، بس هو عم بيلحق السعر بس ما عم بيلحق هل هو اشترى المواصفات الجوده صح ولا لا. هلا لو الانسان بعض الاحيان بيشوف سعر اغلى من سعر يسال ليش. تكلمنا شوي على عالم الألماس ودرجات الألماس، خلينا نتكلم شوي على الطقم الحلو هذا اللي لبستنا والطقم الحلو هذا، خبرني على الدرجات تبعه. هدول الدرجات تعد من الدرجات الممتازة. هن بيجوا بالعالم الألماس بالتفصيله ألوان، دي هو أفضل لون وبينزل للزيت. طبعاً كل شيء تقريباً فوق الإتش يعد أبيض. فهذا مثلا جاي جي اف كولر نحن بنقول له بعالم الالماس، والكواليتي تبعه بين في اس 2 في اس 1 وبعد الاس اي اللي هو شوي اقل. السبب انه بيكون مخلوط انه عدده كبير، ممكن ينعمل بكواليتي واحد وممكن ينعمل بلون واحد بس بصير بكلف اكثر، فنحن بنحطهم متقاربين ليكون حتى السعر مقبول قدر الامكان للمستهلك بقطعه جميله. كثير حلو. بالنسبه للاخضر الجوهره الخضراء، هي حجر هذا الزمرد حجر كريم، له انواع كثيره افضلها واكثر اللون الملكي، يعني اللون الملكي رويال، نحن بنقول لون رويال جرين اذا بدنا نحسبه. الافضل الكولومبي، وفي طبعا بعده افريقي بيبقى جميل جدا. كمان مثل الالماس له درجات اللون، بس ما بيعتمد على النقاء بسعره، بيعتمد على لونه الحلو الاخضر الغامق على طول. الكولومبي يجذب اللون الاخضر مثل ما خبرتك، لون ملكي يعني اللون له هيبه. هي في شيء بالعلم بيقولوا والله اعلم انه كل انسان بيحب لون معين، فبعض الاحيان انت بتحبي لون اكثر من لون، وهذا شيء بيكون في جاذب بينك وبينه للحجر اشعه، مشان هيك لنقول لو ما اختلفت الاذواق لبارت السلع، مشان هيك في اذواق بتختلف من شخص لشخص، وهذا شيء صحي بعالم البزنس حتى مشان نرضي كل الاذواق. بس الاخضر صراحه من هالانواع هذا من اعلى الانواع الموجوده، وفي انواع طبعا اقل سعرا برضه في لسه اعلى سعرا. طيب بالنسبه هذا تكلمنا شوي على هذا الطقم، خلينا نتكلم شوي على الطقم اللي لبستناه بالحلقه تبعه، خبرني على الدرجات تبعه. الدرجات كمان مشابهه لهذا الدرجه، بنحمل لهم في اس 2 في اس 1 اس اي 1 وجي اف كولر اللي هو يعد جي وايت رير وايت والاف رير وايت بلس، هيك تصنيفه بالانجليزي لنقول. طبعا هذا بينعمل ممكن لو انعمل درجات اقل بصير قيمته اقل، لو انعمل درجات كمان في درجتين اعلى بتختلف السعر على الدرجات. يعني طبعا مثل اي شيء بالعالم له درجات. فاوقات الزبون مثلا بيشوف قطعه مشابهه عن تاجر ثاني بلاقيها وحده اغلى من وحده، مش لانه اغلى، لانه الدرجه تختلف. هي الثقافه بعض الاحيان بتكون شوي مغلوطه انه هذا التاجر اغلى من هذا، هذا ارخص من هذا. لا، لازم الزبون شوي يعرف ليش المواصفات فارقة ويتأكد انه فارقة بالحقيقة مش بالكلام أكيد. اللي بيقول له يا بس التاجر اكيد. وبعد في التصاميم كثير بتختلف يعني من شركة لشركة. خلينا نتكلم شوي عن
التصاميم، كيف يتم اختيار موظفينك او على اساس شو بتختاروا التصاميم تبعكم؟ طبعا حسب حاجه الزباين وحسب المركز وين كل مكان مفتوح، لانه بعض المحل مفاتحين نحن هون اغلب زبايننا اللي هن مواطنين الاماراتيين، وفي عندنا السياح الاوروبيين، فبنحاول نشكل هم كثير بيجوا يعني للالماس والاشياء هاي طبعا، واذواقهم مختلفه كثير. ولحسن الحظ الحين حتى السياح الاوروبيين صاروا يحبوا ذوق المواطنين الاماراتيين، لانه بيلاقوه كثير مختلف وغريب عن ذوقهم. هي كثير عم نشوفها نحن، عم نلاحظها بالانجليز، بيصيروا بيسالونا هذا الديزاين شلون ما عندنا يا بلدنا، فصارين يحبوا حتى اذواق اهل البلد هون اللي فيها كثير اذواق حلوه ومختلفه. سيد بير، بما انه انت ما شاء الله يعني انسان ناجح في حياتك وعندك طموح انك تنجح في حياتك، خبرني على رؤيتك المستقبليه سواء في هذا البزنس او عندك بزنس مختلف حاب تتوسع في مجال ثاني. يعني بالنسبه لعالم مجوهرات، نحن الحمد لله صار عندنا تكامل انا واخواتي بالشغل، اللي هو مكتب جمله ومصنع. المصنع الحمد لله فضل الله فيه اكثر من 60 عامل ومحلين هون بابو ظبي، فنوعنا الاستثمارات والطريقه اللي نكفي. وهلا فتت بمجال جديد من كم شهر فقط، اللي هو فتحت صالون حلاقه رجالي كمان هون موقع الشانغريلا. ما شاء الله يعني اختلفت في البزنس نهائي. اختلفت كليا، الله كاتب انه ادخل فيه. بصراحه حبيت مجال التجميل لنقول، لانه هو طلع يعني مجاله واسع وجميل حلو، مثل المجوهرات ما بتزين المراه وبتحليها والمرأة بتحلي المجوهرات، نفس الشيء للرجال كمان حق علينا شوي. أكيد أكيد، بس مبين أنك تحب المغامرات، يعني أنك دخلت في طلعت من بزنس يعني دخلت في بزنس ثاني خالص يعني مو نفسه. لازم التجربة لك الإنسان، والفشل لا يعني أنه وقفنا وخلاص، لأنه ممكن نكون بس مرحلة لنوصل للنجاح. بما انه حكينا شوي على دولة الامارات، خلينا نتكلم شوي على تصنيف دولة الامارات من حيث طلب الالماس او شراء الالماس. الحمد لله والله الفضل انه كان لاخذ سمعه عالميا، هي اقوى مدينه بالعالم بجمله الالماس، هي نيويورك وبلجيكا، كانت هدول كانوا اقوى شيء بالعالم. دبي هلا واصله لمرحله تصنف قد نيويورك، اقل شوي اكثر شوي بعض الاحيان، لانه صارت مركز ترانزيت وبيع بالجمله بشكل هائل. والحمد لله قلب النابض يعني للبزنس هي اصلا دبي. الحمد لله، وهذا فضل بصراحه الشيوخ الله يطول اعمارهم، والقرارات الحلوه اللي ساعدت التجار وذللت العقبات قدامهم انه يكونوا مركز جمله عالمي، مش حتى شرق اوسطي، عالمي. دبي هلا اقوى من انتروب اللي هي كانت مركز تجاره باوروبا بجمله الالماس. بما انه حكينا شوي على الاجواء الملائمه لاي مستثمر انه ينجح في دوله الامارات، خلينا نتكلم شوي عن نعمه الامن والامان، لانه هي بتعتبر من الجانب الرئيسي انه لاي مستثمر بينجح في هذا البلد. خلينا نتكلم شوي عن نعمه الامن والامان، شو بتعني لك نعمه الامن والامان؟ بصراحه هي اي مكون واي محل اقتصادي بالعالم بده تستثمر فيه، اهم شركات بالعالم بتدور على الامن والامان، ونحن بدونه ما فينا نعمل اي شغل. وهذا الشيء بنستفقده باي مكان تقريبا بالعالم، الحمد لله ما عدا الامارات وبعض كم دوله يعني موجوده، والحمد لله عنها للنعمه، لانه هي فعلا نعمه. طيب اكيد هذا بيرجع اكيد للقياده الرشيده في دوله الامارات، الله يحفظ شيوخ كل الامارات يا رب. طيب سيد بير، بالنسبه لرؤيتك المستقبليه، بما انه انت ما شاء الله انسان ناجح ورجل ناجح في حياتك، خبرنا اكثر عن رؤيتك المستقبليه. نحن الحمد لله، لا يعني خبرتك، عندنا محلين مفرق بأبو ظبي، عندنا مكتب جمله وعندنا المصنع. نحن هلا اتجاهاتنا اكثر جمله، لانه دبي صارت مركز تجاره جمله عالمي. المفرق شيء حلو، بس نحن اختصاصي انا واخواتي جمله، وهذا الشيء بيساعد الحمد لله انه عندي اخوه كل واحد ماسك منهم مكان هو مختص بشيء فاميلي بزنس. هذا الشيء اكيد اللي ساعدك كثير انه بتقدر، هو هذا اساس اللي صار فيه الشركه، لانه انا بدون اخواتي ولا شيء وهن معي هيك اكيد، وهم بدونك يعني ولا شيء اكيد. لما بيكون بزنس كملنا بعض، بيكون نجاح، كملنا بعض، لانه كل واحد مستلم مكان، والفضل بعد الله طبعا، ودوله الامارات يعني انا واخواتي بهالشيء، هو اتحادنا مع بعض مثل ما اسمها الامارات العربيه المتحده.
فهو هيك اكيد هو اتحاد يعني العائلات واتحاد كل الامارات يعني الحمد لله. في الختام سيد بير ندف فيك تقدم رساله شكر لانسان عز عليك او انسان كان داعم لك فتره حياتك المهنيه. من فضل الله طبعا بعد القياده والحمد لله والشيوخ اللي طول اعمارهم والفضل لدولة الإمارات ولله وكل شيء، إخواتي هن بصراحة الأساس دعمي طبعاً طول فترة شغلنا مع بعض الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله توصل رسالة شكر عبر برنامجنا رواد النجاح، أتمنى لك إن شاء الله التوفيق على مدى السنين. الله يسلمك، شكراً لك. شكراً لك. شكراً لك لفريق العمل. الله يخليك، مشكور. شكراً. في الختام شكراً لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة، دمتم في أمان الله.